دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على اغلب الانحاء، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، وخصوصا ان العظمى في القاهره النهارده 37 درجه مئويه. بالفعل يمكن احنا اتقلنا فتره في حاله ثبات في درجات الحراره تحديدا على القاهره الكبرى واغلب مناطق الجمهوريه. درجات الحراره طوال الفتره اللي جايه على القاهره تتراوح كلها ما بين 36 ل 35 درجه مئويه. بالفعل يا دكتور، طبعا احنا هنعود اتصال بحضرتك مره ثانيه وحالا. يعني طبعا احنا عارفين ان احنا من امبارح ان احنا في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، لكن هي مش موجات حاره ومتتاليه زي ما كان في شهر يونيو ويوليو، لكن هي طبعا ارتفاع نسبه الرطوبه في شهر اغسطس هو اللي بيدينا الاحساس اكتر بحراره الطقس بشكل كبير، مع طبعا التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فترات الصباح. ده بيأثر علينا بشكل كبير جدا، لان احنا بنصاب بالاجهاد الحراري. رجع لنا مره ثانيه دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور مرة تانية. صباح الخير لحضرتك أستاذة دينا. الصوت كده أوضح كتير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نرجع تاني لسؤالنا الأساسي في بداية الفقرة، وهو عن حالة الطقس بشكل عام النهاردة، خصوصا أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة النهاردة 37 درجة مئوية. طبعا احنا كلنا ملاحظين من فترة الثبات في درجات الحرارة سواء على القاهرة أو باقي مناطق الجمهورية. الحمد لله ما شفناش اي ارتفاعات قويه في درجات الحراره خلال الشهر ده على اي من مناطق الجمهوريه. القاهره كلها تراوحت ما بين ال 35 ل 37 درجه مئويه، يمكن حتى نهايه الشهر ده هتظل درجات الحراره كلها ما بين ال 36 ل 35 درجه مئويه، ودي تعتبر يا اما حول المعدلات او اعلى من المعدل بحوالي درجه تقريبا او درجتين على اقصى تقدير على كافه مناطق الجمهوريه. وبالتالي ثبات في درجات الحراره سواء على القاهره او السواحل الشماليه او حتى محافظات الصعيد، لكن كلنا ملاحظين الارتفاع الكبير طبعا في نسب الرطوبه على كافه مناطق الجمهوريه، وده بيكون هو السبب الرئيسي باحساسنا بطقس شديد الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، حر على المناطق الشماليه ده خلال ساعات النهار، وايضا ارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير خلال ساعات الليل بيكون هو السبب في احساسنا بالطقس المائل للحرارة خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. وبالتالي نسب الرطوبة هي العامل الأساسي والمؤثر خلال فصل الصيف أو خلال التوقيت ده من العام، خاصة أن نسب الرطوبة خلال الشهر ده بتكون هي أعلى نسب رطوبة بنسجلها على مدار فصل الصيف كله. يعني دايما الرطوبة في شهر 8 بتكون أعلى من الرطوبة في شهر 7، وأعلى كمان من الرطوبة إن شاء الله اللي هتكون في شهر 9. كمان بيكون عندنا الشبورة المائية. احنا في ايام قليلة بتفصلنا، يعني احنا تقريبا اسبوع عن بداية شهر سبتمبر، هل بالفعل هيكون في انخفاضات في نسبة الرطوبة؟ فده هيحسسنا كده بنسمة صيف حتى في المساء، يعني نحسها شوية، لان حتى الجو بالليل بيبقى من ارتفاع نسبة الرطوبة اللي بتزداد في ساعات الليل المتأخرة، بيبقى الجو مخنوق زي ما بنقول. بالظبط، يعني خلينا نقول ان في شهر سبتمبر المفترض ان المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بتكون اقل من المعدلات الطبيعية لشهر أغسطس، وأيضا نسب الرطوبة المفترض أنها في سبتمبر بتكون أقل نسبيا، مش أقل كتير، أقل نسبيا من اللي بتكون موجودة في أغسطس. احنا عموما بنعتبر أن شهر سبتمبر هو امتداد لفصل الصيف شهر سبتمبر كله، لكن بالتأكيد بيكون هو بداية التمهيد لنهاية فصل الصيف ودخلنا في فصل الخريف. دايما بنشوف في فصل الخريف تكون بعض المنخفضات الجوية الضعيفة اللي بتبدأ تتحرك من جهة الغرب إلى جهة الشرق، وده بيكون طبعا تمهيد للمنخفضات الجوية القوية اللي هنشوفها في فصل الشتاء طبعا. علشان كده دايما بنقول إن فصل الخريف بيكون هو الفترة الانتقالية اللي تبدأ تهيئنا للتحرك من فصل الصيف ودرجات حرارته العالية ونسب الرطوبة المرتفعة لفصل الشتاء اللي فيه درجات الحرارة المنخفضة والمنخفضات الجوية. المنخفضات الجوية اللي بتمر من جهة الغرب لجهة الشرق دي بتكون هي من أهم العوامل اللي بتؤدي لانخفاض درجات الحرارة وأيضا انخفاض نسب الرطوبة،
والمنخفضات دي زي ما احنا عارفين بتبقى موجودة بكثرة في فصل الشتاء وبينعدم وجودها تماما في فصل الصيف. فان شاء الله نعتبر ان اللهم بلغنا الشتاء ان شاء الله ان شاء الله نعتبر ان شهر 9 بيكون هو التهيئه لوداع فصل الصيف ان شاء الله. طيب احنا النهارده الخميس بدايه ويك اند، فالناس كتير قوي بتسافر لمناطق من السواحل الشماليه او كمان البحر الاحمر لقضاء اجازه صيفيه، يعني خصوصا ان احنا خلاص المدارس اخر شهر سبتمبر، فحابين نطمن من حضرتك. اتكلمنا عن البحر الاحمر تحديدا، ارتفاعات الامواج فيه اليوم مرتفعه نسبيا بتوصل ل 2.5 متر على بعض المناطق هناك، فبالتالي عن شواطئ البحر المتوسط، شواطئ البحر المتوسط دي طبعا لو اتكلمنا على مده 8 ساعه او 2 طبعا مؤهله تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وكمان امام المصيفين، لكن دايما بنقول متر على شواطئ البحر المتوسط. ممكن في بعض المناطق من البحر المتوسط يكون ارتفاع 2 متر للمصيفين هناك عن الشواطئ، عشان كده البحر المتوسط. طيب حابين نطمن برضو عن جنوب البلاد، لان كان يعني بقالنا فتره كان في حاله من عدم الاستقرار في منطقه او في محافظات اسوان والاقصر والوادي الجديد وابو سمبل وحلايب وشلاتين. طبعا المحافظات الجنوبيه شهدت استقرار اليومين في الاخر دول بعد حاله قويه من عدم الاستقرار زي ما حضرتك ما قلتي، كان فيها امطار وصلت لحد السيول بسبب ما يعرف بالفاصل المداري. اليومين دول الفاصل المداري تحرك ناحية الجنوب، تأثيره بس منحصر على دولة السودان. بعض التوقعات بتشير انه ممكن على بداية الاسبوع اللي جاي تعود مرة اخرى فرص الامطار، لكن طبعا اقل شدة بشكل ملحوظ عن الحالة اللي فاتت، وهتكون منحصرة فقط على مناطق من اقصى جنوب مصر. احنا في هيئة الارصاد الجوية في حالة متابعة مستمرة للحالة دي، ان شاء الله في حالة ثبوتها هنصدر قبلها بيان تفصيلي وهنقول ده في نشاطاتنا وفي تحذيراتنا باذن الله. وعلشان كده احنا يمكن بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر عن حالة الطقس وفي كل البلاد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياطي عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية عن المتابعة اليومية معنا. خلونا دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، والقاهرة العظمى 36، الصغرى 26، العاصمة الإدارية 36 26، اسكندرية 33 25، العالمين الجديدة 32 24، مطروح 32 23، دمياط 32 24، بورسعيد 33 25، إسماعيلية 38 24، السويس 37 25، العريش 33 24، كاترين 31 18، طابة 38 28، حلايب 38 29، شلاتين 43 30، شرم الشيخ 41 31، الغردقة 41 29، الفيوم 38 25، بني سويف 38 25، الوادي الجديد 43 29، أسيوط 40 24، سوهاج 41 26، قنا 43 27، الأقصر 43 28، وأخيرا أسوان 43 28. يعني في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، الطقس يعني هو صيفي حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ده بسبب طبعا إن احنا لسه في شهر أغسطس، وطبعا نسبة الرطوبة المرتفعة هي اللي بتدينا الإحساس الأكبر بارتفاعات درجات الحرارة. خلي بالنا بس من ساعات الذروة الصباحية والظهيرة، ما نتعرضش بشكل مباشر خاصة لكبار السن والأطفال لأشعة الشمس علشان ما نصابش بالإجهاد الحراري، ويمكن لازم نشرب كميات مية وفيرة خلال اليوم.